أمة الإسلام بشرى إننا ألماح فجر في شباب قد أشادوا صحوة للدين. أن هذه هي المفاهيم المغلوطة اليوم موجودة في الأمة، تعصب لها أيوة وكان السبب للفرقة. فنحن نعالج هذه القضية من هذه الزاوية، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إني خلفت فيكم كتاب الله وسنتي وعترتي أهل بيتي. فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إن ذلك لن يفترق حتى ألقاه على الحوض، لن يفترق حتى ألقاه على الحوض. من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. الذي نفهمه من هذا أن الثقل الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصانا به وصية، وهو راجع من حجة الوداع أمام جمع كبير من المسلمين جدا، وصى بالكتاب وبالعترة، وذكر أنهما ثقل وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. قال في لفظة الحديث: حتى يردا علي الحوض. مناسبة ذكر الحوض أن الحوض هو مبلغ من اتبع كتاب الله وسنة نبيه والعترة، أو خالف كتاب الله وسنة نبيه والعترة، هذاك المبلغ عندها تبلى السرائر. وينكشف من خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب أو السنة أو العترة، لأن الأحاديث وردت كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يردا علي الحوض، والحديث الثاني كتاب الله وعترتي ولن يفترق حتى يردا علي الحوض. وستأتي الآن علينا أحاديث تبين أن أناس سيأتون متبعين للكتاب والسنة مخالفين للعترة، وأن الرسول يذودهم عن حوضه، ويأتي أناس آخرين متبعين للكتاب والعترة مخالفين للسنة يذودهم الرسول عن حوضه، لذلك هلك في ثقل العترة اثنين: مفرط وغال، ناس يفرط فيهم وناس يغلو فيهم، يوصلهم كدهم لدرجة الصفوة العظيم الأنبياء ولدرجة الله عز وجل، لدرجة الإله. هؤلاء الغلاة ومفرطين يفرطوا في حقوقهم الشرعية إلى أن يصلوا أن ينصبوا لهم العداء، يصلهم حتى أحيانا إلى اللعن والسب، نأتي على سنة الرسول. السنة هي جزء من الكتاب أصلا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي عليها إن شاء الله. طيب، نبدأ هنا أولا تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ وأمرنا بحبهم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ولا نسبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار: عمار تقتله الفئة الباغية، فما عليه بالصحبة باللفظ الشرعي فلا يجوز أن نقول من أصحاب رسول الله منافقا أو دخل النار، تمام؟ لكن إذا قلنا في أصحاب للوعاء، أن في داخل صفوفهم من هو منافق، من هو يدخل النار لكن ما هو صحابي، ولا يحكم عليه باسم الصحابي. ولهذا من هنا يقع خلاف كبير بين السنة والشيعة من هذه الألفاظ، لازم تفهموها جيدا. الشيعة غلت فيها إلى أن أتت على أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وحكمت عليهم بعضهم بالردة والنفاق والكفر، كل بسبب الولاية لعلي بن أبي طالب أنهم حكموها بالملك وبعدين لحقوهم بهذه الطريقة. وأهل السنة فرطوا في ذلك حتى أتوا على ناس أحدثوا أحداث كبيرة جدا وظاهرة في الكتاب والسنة وكل شيء، وعاملهم معاملة الصحابة، هو أصلا ما يعامل معاملة الصحابة. فلهذا ستقف بين صفين الآن بهذا القول، الصف الأول صف رافضة يسبون أبو بكر وعمر، والصف الثاني صف ناصبة يسبون علي وآل البيت، وكلهم صحابة، أبو بكر صحابي، عمر صحابي، علي صحابي، عثمان صحابي، وهؤلاء ممن نترضى عليهم وممن لم يدخلوا في النفاق ولم يدخلوا في الردة وشهدت لهم الأمة، لكن الذين بعدهم لهم آراء فيهم ما نأخذها، وهي من الأهواء التي بسببها سيذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يأتي الإمام المهدي خير أهل زمانه،
خير أهل زمانه. لما يأتي الإمام المهدي خير أهل زمانه، خير أهل زمانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا في حديث الولاية. روى مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حجة الوداع ونزل بغدير خم، أمر بدوحات فقممنا، من التقميم القمامة، قممنا دوحات شجرات حول الماء وكذا. وفي رواية أن التي قممت هي أشواك كنا على الأرض في ذلك المكان. ثم قال: كأني دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني قل له: أنت سمعت هذا الكلام صحيح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. وفي رواية من حديث علي رضي الله عنه: وانصر من نصره واخذل من خذله. ومثله قول عمر لعلي رضي الله عنهما: أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. يعني عمر يقول لعلي، يقول له: أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. طيب، دراسة هذا الحديث، قال محمد ناصر الدين الألباني، المحدث المشهور، قال محمد ناصر الدين الألباني: وللحديث طرق أخرى كثيرة، جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في المجمع، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها. يعني هو نفسه خرج أحاديثها وحققها، أي الألباني، لأنه هذا الحديث مثار خلاف بين السنة والشيعة، وبعض السنة يتكلموا عليه وينسفوه مع أنه له طرق كثيرة جدا، وهذا خطأ. حتى في الأسانيد بعضهم يتكلم له كلام فيه، أي هو خلاف، قلت لكم، بين السنة والشيعة، وللشيعة فيها أفهام ولأهل السنة أفهام، وبعضهم من ناحية الطرق يتكلم فيها. المهم، طيب، قد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا. هذا كلام الألباني، أي يعني تابع طرقه كذا، قال يقينا أن أسانيدها يعني صحيحة، وإلا فهي كثيرة جدا. يعني هو ما استوعبها كلها تحقيقا، أخذ يعني جزء منها وكذا، وجزء أيضا كبير مش بالبسيط، وقال: وإلا فهي كثيرة جدا. طبعا كبير المحدثين في هذا الزمن الألباني، وأهل السنة كثير ما يعتمدوا على كلامه كذا، هذا كلامه على الحديث هذا. ويقول: إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته. يعني ما هو السبب؟ يعني يقول: أنا جمعت هذه الأحاديث وأطرافها وحققتها وصححتها وكذا. يقول: ما هو الدافع؟ أنني رأيت ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، يعني الشطر الأول من الحديث قال عنه ضعيف، هذا ابن تيمية، وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب. يعني إذا نسف الحديث إيش؟ كامل. الشطر الأول قال ضعيف، والشطر الثاني قال كذب. يعني هذا اللي جعل الألباني يجمع الروايات والأسانيد ويحققها ويحكم بصحتها وكذا. قال: وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان.
وأن ابن تيمية تسرع في الحكم عليها بالتضعيف، يعني نقد العلماء بعضهم على بعض. لكن أنتم كما رأيتم من بداية الحديث يعني أنه يعني مروي عند مسلم وأحمد والترمذي والنسائي، يعني كبار المحدثين. الشطر الأول والثاني كذب الثاني. هذه من المفاهيم المغلوطة في الأمة، تحس أن هناك يعني دائما حول آل البيت يعني هجمة شرسة آية وجفوة من بداية الحديث. يعني قال تركت فيكم الثقلين، وتركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أي ميراثه، أي ميراثه الذي ورثه، ماذا ورث للأمة. فيقول تركت فيكم الثقلين، وثقل الشيء أي أعظمه والحمل العظيم منه. يقول الله عز وجل فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. فلما أثقلت يعني فلما حملت، لما تحمل المرأة فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، يعني أمنا حواء لما حملت فدعوا الله ربهما، هي وزوجها من قبل، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، في قصة مشهورة. طيب فنقول أثقلت المرأة أي حملت، وتقول أثقله النوم أي غلبه النوم، حيث أنه ثقل على الجفون حتى تساقطت الجفون على العينين. وسمي الإنس والجن ثقلين ولتحملهم التكاليف، لما يتحملوا التكاليف الشرعية سموا ثقلين. وترك الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شيء وأثقله، وهو الكتاب والعترة، كما ورد في الحديث السابق. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أعظم شيء وهو الكتاب والعترة كما ورد في الحديث السابق، وهو أثقل شيء. فكل واحد منهما ثقل قائم بذاته. فكتاب الله ثقل بالأوامر والنواهي والأحكام، شيء ثقيل مليان بالأوامر والنواهي والأحكام القوية الجزلة، وثقل بالبلاغة والفصاحة واللغة العربية الجزلة التي لم يستطع الإنس والجان أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بسورة من مثله، أو أن يأتوا بآية من القرآن الكريم. وعترة آل البيت ثقل بالنقل عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربهم منه، وهم ألصق الناس به لأنهم قريبين من رسول الله وعاشوا معه وتربوا في داخل بيته ويعاشروه ليلا ونهارا، فلهذا معهم ثقل كبير من رسول الله، من أقواله وأفعاله وتقريراته وكل مسيرة حياته موجودة عندهم. لكن لما تلقى عندنا في الأحاديث ما تلقى آل البيت رواه لكثير من الأحاديث، والسبب في هذا كان إهمال سياسي متعمد، خاصة من أيام الدولة الأموية وحربهم على آل البيت كأمثال علي والإمام الحسن والإمام الحسين وفاطمة، ولهذا تلقاهم ما عندهم إلا نبذ بسيطة من الأحاديث، مع أنهم هم الذين عاشروا، هم الذين عاشوا. يعني كما قلنا يعني نشاهد في كتبنا نزر بسيط جدا من أحاديث آل البيت، ما فيش ذاك الكم الكبير الثقل الذي يدل على أنه ثقل. والسبب كان هناك إهمال متعمد، كان هناك إهمال متعمد لآل البيت، وسياسة مورست ضدهم من أيام الحروب مع الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين ومن بعدهم، تهميش وبقوة أيضا. بل ولمع في تلك الفترة رجال وعلماء من أجل تهميش آل البيت وتلميع هؤلاء الأشخاص ليصبحوا هم علماء الأمة وأئمتها، وفي خضم تلك الفتنة يضيع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لم يكن لهم أي دور في تاريخ الأمة، يعني وضعوهم بس كأئمة وكبروهم أيوة من أجل أن يهمش الطرف الثاني من عترة آل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ستلقون الآن الأحاديث القادمة، نحن سنتكلم الآن حول دراسة هذا الموضوع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه القضية، أشار إليها وأن عليها عقوبة أيضا في الآخرة. تمام. فلهذا هم ثقل قلنا لقربهم منه، وهم ألصق الناس به، وأيضا هم ثقل بالأفهام الصحيحة والآراء القويمة وتزكية النفوس الطاهرة من الأرجاس، لأن الله طهرهم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهم ثقل لأنهم طاهرين من كل الأدناس والأرجاس. أضف إلى هذا أن لهم أفهام اختصهم الله عز وجل بها، اختصهم الله عز وجل بأفهام، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومعهم الآراء القويمة، وهم ثقل أيضا من جهة أخرى بالأئمة الأطهار، فدائما يخرج منهم الأئمة الذين اختصهم الله، الذين قلنا أن الإمامة هي شبيهة بالنبوة لكنها ليست نبوة، هي منزلة كبيرة
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فلهذا هم ثقل بالأئمة. وهم ثقل أيضا بمودة القربى. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ وجبت يعني أصبحت ثقل علينا، لابد أن نحمل هذا الثقل، وجبت علينا مودتهم. فقال علي: وفاطمة وابناهما. رواه الطبراني في المعجم الصغير، والهيثم في مجمع الزوائد، والفيروز أبادي في كتاب الفضائل الخمسة. إذن الذي نفهمه من هذا أن الثقل الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصانا به وصية، وهو راجع من حجة الوداع أمام جمع كبير من المسلمين جدا، وصى بالكتاب وبالعترة، وذكر أنهما ثقل وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. ومن الثقل أيضا ما ذكره الله عز وجل من تطهير نفوس آل البيت وأهل البيت من الأرجاس في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فعندما تتطهر النفس من الأرجاس فإنها تسمو، ثم بعد ذلك تكون وعاء قابلا لأن تتحمل ثقل عظيم. وهذا الثقل ذكره الله عز وجل مباشرة في الآية التي بعد هذه بقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله والحكمة ثقل عظيم يوضع في ذلك الوعاء المطهر من الأرجاس والأدران ويصبح ثقل عظيم. فانظر إلى الأئمة كيف طهرهم الله عز وجل وجعلهم أوعية لآيات الله والحكمة والحكم العظيمة التي تخرج على أفواههم. لنشوف كل ما النفس تطهرت من الداخل من الأرجاس كلما سما الإنسان، وهذا حتى العلماء يعرفون هذا. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فتصور أنه إمام من آل البيت ونفسه زاكية، وقد طهره الله من فوق سبع سماوات من الأرجاس، وذهنه صافي. أي أفهام سيأتيك بها؟ سيأتي بنور. ولهذا العلم هو في الأصل نور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فآل البيت فيهم هذه الصفات. ومن الثقل أيضا الخيرية، آل البيت هم خير أهل زمانهم، والعترة هم خير آل البيت، والأئمة هم خير العترة. فكما أن الأئمة هم خير أهل زمانهم، فكذلك الأنبياء هم خير أهل زمانهم. أوليس الأنبياء في أزمانهم هم خير أهل الأرض وخير الناس في أزمانهم؟ وكذلك الأئمة، لما يأتي الإمام المهدي خير أهل زمانه، خير أهل زمانه، وكذلك الأئمة. وثقل بالأئمة الأطهار. وأيضا هم ثقل بمودة القربى، يعني إذا كنت أنت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبه تحترمه، لابد أن تحمل هذا الثقل وهو مودة آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلذلك هلك في ثقل العترة اثنين: مفرط وغال. ناس يفرطوا فيهم وناس يغلو فيهم، يوصلون كدهم لدرجة الصفر العظيم الأنبياء ولدرجة الله عز وجل، لدرجة الإله. هؤلاء الغلاة ومفرطين، يفرطوا في حقوقهم الشرعية إلى أن يصلوا أن ينصبوا لهم العداء، يصلهم حتى أحيانا إلى اللعن والسب. وقد روي أنه قال: يا علي، هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. مأخوذ من قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي أبغضك. أقلاك أي أبغضك. وقد سمعت حتى في هذا الزمن من يتكلم وكذا، كنا نتكلم عن الحسن والحسين، قال: كل المشاكل من تحت رؤوسهم. والآخر قال، وهذا شخصيات كبيرة مش ناس عاديين، يقول لما تذاكرنا على الحسين عليه السلام وتذاكرنا على قضية أيضا، يعني لما قتل في كربلاء، يقول: والله لو أنا كنت في مكان يزيد لفعلت بالإمام الحسين أكثر مما فعل به يزيد. قد قتلوه وعاد يبغى يفعل أكثر من كذا. قال: لو كنت في مكان يزيد لفعلت به أكثر. لماذا؟ قال: لا، لأنه خرج. قال: لو كنت أنا ملك في تلك الفترة ويخرج علي هكذا سأفعل به أكثر من ذلك. بينما لو هو فهم المفاهيم الصحيحة
وأين مكانة أهل البيت وكيف مرجعيتهم وكيف كذا، سيفهم أن يزيد هو الخارج، مش الإمام الحسين هو الخارج، يزيد هو الذي خرج في الأصل في القواعد الشرعية، هو وقومه هم الذين خرجوا على حكم أهل البيت. أيه. فقال كنت سأفعل به أكثر وغير ذلك من الكلمات. لا سني، لا الشيعة عندهم يعني احترام لآل البيت كبير، بس مشكلتهم أحيانا يغلول إلى مرحلة يعني يعطوهم مراحل يعني الألوهية ومراحل كبيرة عن هذا. سندخل في شرح النقطة الرابعة، قوله في الحديث لن يتفرق حتى يرد علي الحوض دل على لزومهما، فهما متلازمان، فالكتاب منهج تشريع، القرآن منهج تشريع، والعترة قيادة ومرجعية، العترة قيادة ومرجعية، وقد تكلمنا عن القيادة والمرجعية كيف تكون في الدرس الماضي، وسنرجع إليها كمان سنتكلم بالتفصيل فيها. فقلنا أنها المرجعية مش تعني أنها الملك، لكن أحيانا يكون المرجعية نفسه ملك مثله مثل الأنبياء، حاله كحال الأنبياء، أي قيادة ومرجعية، وهو رد على من احتمل مخالفة العترة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرد عليه، يعني بعضهم أول ما جاء يتكلم على العترة وزي كذا قال إن خالف الكتاب والسنة فلا احترام له ولا تقدير ولا قيادة له. نقول أصلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت ما ذكر ذكره وقرنهم بالكتاب، وأنهم لن يفترقوا، مستحيل على أنهم يخالفوا كتاب الله، مستحيل على أنهم يخالفوا كتاب الله. بالطبع نحن نتكلم على الأئمة منهم الذين هم يصلون إلى مرحلة القيادة، مستحيل أنه يخالف كتاب الله، ففهمهم هو الفهم الصحيح وآراءهم هي الآراء الصحيحة واتباعهم هو الاتباع الصحيح. وسنأتي على سنة الرسول، السنة هي جزء من الكتاب أصلا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي عليها إن شاء الله. طيب، بل الصحيح أنه أمر بالتمسك بهما لأنهما هداية وليسوا ضلالة، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي. فكيف الرسول يرسلنا على أشياء فيها الهداية ما فيها الضلالة، وبعدين أنا أقول أنه لو خالف الكتاب يعني إذن سيفترق، إذا قلت لو خالف الكتاب إذن أنت حكمت عليه بالافتراق أن العترة ستفترق عن الكتاب، وبذلك تكون حكمت حكم مخالف غير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم لهذا ولا لا؟ متلازمان ما يفترقا، ولهذا قال تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي، فهما مصدر هداية. وفي رواية قال والله سائلكم عن اثنين، عن القرآن وعن عترتي، يعني سيأتي يوم القيامة يحاسبك الله يسألك عن الاثنين، يسألك عن الكتاب وعن العترة. وأيضا الإشارة الأخرى في نفس الحديث وفيه إشارة للاستمرارية، لما يقول لن يفترق حتى يرد علي الحوض فيه إشارة للاستمرارية وعدم خلو الزمان من أئمة العترة، لابد في كل زمان موجود من أئمة العترة، سواء كانوا أئمة مشهورين على مستوى الأمة أو أئمة مشهورين على مستوى بعض المناطق وليست لهم شهرة عالية، وربما يتعدد الأئمة في الوقت الواحد مثلهم في ذلك، مثل حال الرسل وتعددهم في زمن واحد، سواء كانوا أئمة مشهورين ولهم أتباع يظهرونهم ويناصرونهم ويظهرون أمرهم، أم غير مشهورين مثلهم كمثل حال الرسل في ذلك، يعني في حركتهم الدعوية مثلهم مثل حال الرسل. قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فوجب علينا الإيمان بتعيين الرسل الذين قصوا علينا بأسمائهم وتعيينهم، اللي قص علينا بأسمائهم التفصيلية نؤمن بهم بالتعيين وبالتفصيل الذي ورد إلينا، ونؤمن بمجملهم حتى من لم يقصص الله علينا خبرهم، يعني نؤمن بالمجمل بالرسل. ولهذا من الإيمان عندنا 6 أركان، قالوا أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، الرسل كلهم المشهورين وغير المشهورين، ولكن بالتعيين تؤمن بكل من ورد اسمه أنه رسول الله، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني مثلا قص الله علينا قصة موسى، عيسى، هود، لوط، يوسف، هؤلاء نؤمن بالإسمية. مش يأتي واحد يقول يعني كان أرسل الله إلى فرعون رسول، بعدين واحد قال موسى، قال لا لا مش موسى، قال له إلا موسى قص الله، قال لا لا هو واحد من الرسل لكن ما هو موسى، لا لازم نؤمن بالتعيين أنه موسى الذي أرسل، تمام، تعيينهم بأسمائهم.
فكذلك الأئمة أئمة العترة الطاهرة نقتدي بمن ظهر منهم واشتهر علمه وإمامته، أي واحد منهم اشتهر وصلنا علومه وثبتت أن هذه العلوم إليه، نقتدي بها ونعمل عليها وننتهجها منهج في حياتنا، تمام؟ ونؤمن بمجملهم، يعني نؤمن بالإجمال أن الزمان لا يخلو، لأن الرسول قال لن يفترق حتى يرد عليه الحوض، يعني موجود في الزمان، لكنهم لا يظهرون ولا يشتهرون بعضهم، ليست لهم شهرة. البعض سيقول طيب ما الحاجة إلى إمامته؟ اسمع ماذا أقول لك. ونؤمن بمجملهم وأن الزمان لا يخلو منهم وأنهم لا يفارقون الكتاب، وحالهم يعني حال الأئمة كحال الأنبياء تماما في تحركاتهم. فالأنبياء يأتي النبي يوم القيامة ومعه الأمة، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الثلاثة، والنبي ومعه الاثنين، والنبي ومعه واحد، والنبي يبعث أمة وحده ليس معه أحد. والأئمة هكذا سيأتي من يكون معه أمة، كمثل الإمام المهدي عليه السلام أمة تتبعه، وكمثل أيضا الإمام علي عليه السلام، وأناس آخرين منهم تبعتهم جماعات، وأناس رهط، وأناس تلقاه ما معه إلا ثلاثة، ومنهم من معه اثنين، ومنهم من لم يشتهر ولم يعرف أصلا، يعني سيأتي يوم القيامة لوحده ما معه أحد، تمام؟ فحالهم حال الرسل والأنبياء يقاسون عليهم. فمعنى ذلك على أنهم موجودين، وربما بعضهم يكون في وقت من الأوقات ليست له شهرة لكن له علوم، يتبعه اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة، لكن يأتي أزمان من بعدها يشتهر علمهم، تتناقله أجيال فيشتهر علمهم، فيصبح بعد ذلك معه أمة تتبع هذا العلم الذي أخذوه عنه. وأيضا إضافة إلى هذه النقطة الأخيرة، وربما تكون هناك فترة للأئمة كما كان هناك فترة للرسل، يعني يأتي في زمن من الأزمان ما يشتهر فيه أئمة، فيمر من بين الإمام المشتهر الأخير إلى خروج الإمام الذي بعده فترة، وربما تطول هذه الفترة كمثل ما كان بين عيسى عليه السلام وبين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مرت فترة ما يقرب من 700 سنة، نحو 700 سنة، فربما تمر فترة كمثل ما هو حالنا في هذه الأيام، لنا فترة من الأئمة ما نسمع بهم، فربما قد مرت يعني سنوات طويلة إلى قرون طويلة، ويأتي الإمام الأخير المجدد المهدي عليه السلام. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على فترة من الرسل، فإن المهدي عليه السلام يخرج على فترة من الأئمة، يخرج على فترة من الأئمة. يعني شوفوا يا إخواني فوائد هذه الدروس، يعني البعض ما هوش عارف معنى علم عقيدة أول شيء، تمام؟ يعني نحن الآن من جماعات شتى، من فرق شتى، تمام؟ فتلقى واحد يفهم العقيدة أنها فقط هي توحيد الألوهية والشركيات في القبور والأمور هذه فقط، أنها هذه العقيدة فاهمها. آخرين يفهموا العقيدة في الولاء والبراء، أن هؤلاء طواغيت وهؤلاء مسلمين، وهؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله وهؤلاء يحكمون بما أنزل الله، وخلص هذه العقيدة، كأنه مجمع العقيدة فقط هذه. وآخرين يأتي فقط في باب الإيمان، تكلم في باب الإيمان وفقط في هذه الزاوية، والبعض الآخر معه العقيدة واقفة فقط على معرفة الأشياء الغيبية في اليوم الآخر، يعني الصراط والحوض وعذاب القبر وغيرها، أن العقيدة فقط مشتملة على هذه الأشياء، أو العقيدة في أشراط الساعة والغيبيات التي أخبر بها، مهدي، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. فكل واحد فكره في العقيدة جزء، بينما العقيدة التي نزلت من عند الله عز وجل هي سن عقائد للناس وتشريعات، هذه التشريعات تدخل في أفكار الناس لتكون لهم منهجية، لتكون لهم منهجية، يعني تشمل أشياء كثيرة مش زاوية معينة. اللهم أن هذه إحدى الزوايا الآن التي نتكلم فيها، ونحن لن نتكلم في جميع الزوايا. السبب في ذلك أن هذه هي المفاهيم المغلوطة اليوم موجودة في الأمة، تعصب لها، أيوة، وكان السبب للفرقة، تعصبت لها جماعات وفرق عالمية على مر التاريخ وحصلت أخطاء بسببها كثيرة، فنحن نعالج هذه القضية من هذه الزاوية. أضف إلى هذا أنه دراسة هذا الباب بالذات الآن اللي نحن الآن فيه، اللي هو قضية العترة وآل البيت والتمسك بهم وغيرها، هذا سينفعنا في شخصية الإمام المهدي المستقبلية. كيف نعرف الإمام المهدي؟ ما هي شخصيته؟ كيف سنستطيع أن نعظم الإمام المهدي ونعطيه قدره الصحيح؟
يأتينا واحد يتكلم مثلا على الإمام المهدي، قال والله الإمام المهدي لو خالف الكتاب والسنة ما نتبعه، كده تقول لي إمام مهدي أولا يعني هو من العترة ومن أئمة العترة وممن أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع الكتاب والعترة، وأن الرجل سيأتي مهديا حتى من الاسم أنه هادي للناس، ومع هذا كله تقول لو خالف الكتاب والسنة، إذن أن تحتمل أشياء خرافية وهمية في الأصل. ولهذا سيلقى بعضهم المهدي عليه السلام وكأنه يعني شخصية عادية من الشخصيات العادية، بشر من الشخصيات العادية ليس له أي تقدير وليس له أي أفهام يراها فيه، ولا يعني واحد من البشر. تمام، نعم هو بشر، الله عز وجل يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا عندي وحي. أي في استثناء. وهناك أيضا المهدي عليه السلام نعم بشر لكن له أفهام وله إمدادات إلهية من السماء ما لم تكن عندنا، فلازم نفهم هذه الأشياء. فإذا خرج الإمام المهدي عندها أنت من خلال هذه العلوم ستعرف قدر الرجل، من خلالها ستفهم ما هي الأشياء المطلوبة منك اكتشافها في هذا الرجل. تمام، ما هو طلب من الرسل الآيات والعلامات والبينات والهذا، هذا نفس الكلام ستلقى عليه أفهام. قال مثلا في الأثر قال يؤتيه الله علما ولا يكله إلى نفسه، إذن ما هو هذا العلم؟ لكن هذا فيه دلالة على أنه يميز بعلوم غير العلوم المشهورة عندنا، يؤتيه الله إلهامات أفهام علوم ليست عندنا، هذه هي الأساس، هذه هي الأساس. إضافة إلى هذا أن الأمة يعني تأخذ الكتاب والسنة وتأخذ العترة ومع هذا يتعاملون مع آثارهم وأقوالهم وأفعالهم ولا يستطيعون أن يحلوا إشكاليات الأمة واختلافاتها. يأتي الإمام المهدي عليه السلام يستطيع أن يستنبط من الكتاب والسنة ويعمل عليها ويأتي بأفهام تجمع الأمة كلها فيجتمعون كلهم. هذه هي الأساسيات التي لابد أن نفهمها جيدا، وهذه هي العلوم التي من خلالها نفهم شخصية الإمام المهدي، كيف يكون الإمام المهدي. يعني أنت ربما ستلقى يعني رجل حافظ من العلماء معه محفوظات كثيرة جدا، لكن لما تجلس إلى أفهامه لا تجد نفس الأفهام التي تجدها عند إمام العترة، ستجد أن هناك في تميز. أحيانا تجد إمام العترة ليس بحافظ كثير لكن له أفهام قوية وأشياء، وله يعني أيضا سيطرة روحانية على الأرواح، وله أيضا تصرف في أمور الناس في أمور دينهم ودنياهم من ناحية توجيههم، فيستمع إليه الناس وتجتمع عليه الأمة ما لا تجتمع على غيره. هذه كلها ترى أنها آيات إلهية تتنزل، هذا العلم يفيدك في هذه الأمور وهي عقيدة. لأنه في الأخير إذا أتى المهدي وأنت رأيت أنه شخصية عادية وتعاملت معه أنه شخصية عادية تلقائيا يعني سيقل قدره عندك وسيقل علمه عندك، وربما تكذبه تقول مثل الكفار لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما أتت المهدوية إلا عند هذا الآدم هذا الأسمر، ما عرفت تخرج يعني في البيض ولا في الحمر ولا في السمر ولا في الخضر ولا في كذا، يعني القضية الميزان عندك صاحب المال صاحب التجارة صاحب الوزارة ما خرجت في أبناء العالم الفلاني ولا السيد الفلاني، إذن أنت عندك موازين بشرية ليست موازين إلهية. أما الموازين الإلهية التي توزن بها هي هذه العلوم الصحيحة التي من خلالها نوزن الإمام المهدي عليه السلام. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهي رحمة من الله عز وجل واختيار واصطفاء من الله يصطفي لها من يشاء من عباده. تكملت شرح الحديث، قال في لفظة الحديث حتى يرد علي الحوض. مناسبة ذكر الحوض أن الحوض هو مبلغ من اتبع كتاب الله وسنة نبيه والعترة أو خالف كتاب الله وسنة نبيه والعترة، هذاك المبلغ عندها تبلى السرائر، وينكشف من خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الكتاب أو السنة أو العترة، لأن الأحاديث وردت كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، والحديث الثاني كتاب الله وعترتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وستأتي الآن علينا أحاديث تبين أن أناس سيأتون متبعين للكتاب والسنة مخالفين للعترة وأن الرسول يذودهم عن حوضه، ويأتي أناس آخرين متبعين للكتاب والعترة مخالفين للسنة يذودهم الرسول عن حوضه. تبوب، فلهذا صارت معنا ثلاثة أصول. طيب، من خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين ذلك من حديث الحوض، وهذه بعض الروايات بألفاظها المختلفة. الآن ندخل في ألفاظ أحاديث الحوض.
من هم إخوان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر إلى هذا الحديث كأنه يتكلم عن ابن العترة الإمام المهدي عليه السلام ومن معه من الأنصار. شوف الحديث هذا اللي سيأتي كأنه يتكلم عن الحركة هذه تماما. انظر ماذا يقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم يعني سود يعني خيول سوداء وخيول عليها بياض في رأسها وتحجيل في أرجلها ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. شوف دراسة هذا الحديث. أولا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للقبور ووده لو لقي إخوانه يدل على قرب أجله لأنه يقول أتمنى لو أني ألقاهم دل على أنه لن يلقاهم أنه أجله قريب وزار القبور لأنه خلاص اقترب من الدار الآخرة. طيب يدل على قرب أجله. ثانيا أن إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم هم من جاءوا من بعده وصدقوا بالكتاب والعترة والرسول لأنه مش قال في الحديث الأول كتاب الله وسنتي وقال في الحديث الثاني كتاب الله وعترتي وقال موعدنا الحوض لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. إذن هنا يذكر الحوض من جاءوا بعده وصدقوا بالكتاب والعترة والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرهم عند الحوض ويشربون بيده الشريفة. والذين يوطئون للمهدي سلطانه هم من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم ويشربهم من حوضه لأنهم مع الكتاب وابن العترة. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان كمن قاتل مع الدجال. رواه البزار والطبراني. بالطبع من قاتلنا وينسبها الرسول إلى نفسه يعني من قاتل ذريته وعترته ومنهم الإمام المهدي عليه السلام لأنه هو الذي يقاتل الدجال. فالذي لا يكون مع المهدي مع فسطاط الإيمان حتما سيكون مع فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه أي مع الدجال وسيقاتل مع الدجال. وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولذلك هناك أيضا أثر في الفتن أنه ما ينجو في آخر الزمان من الفتنة إلا من دعا كمثل دعاء يونس بن متى في الغرق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمعنى ذلك أن من قال هذه الكلمة ثم أيضا سار مع فسطاط الإيمان مع العترة وابن العترة الإمام المهدي عليه السلام فإنه سينجو من الفتنة وسينجو من الدجال. ومن خالف سيكون ويقاتل مع الدجال فكأنه قاتل ابن العترة وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم يردون الحوض وهم غر محجلين من الوضوء فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويناديهم يعني هذولاك أصحابه يعرفهم لأنه عاشرهم لكن هؤلاء ما يعرفهم إلا بأنهم غر محجلين من آثار الوضوء ويناديهم إلا أن بعضهم يبعد يعني كده مغر محجل يبان عليه نور الوضوء نور الصلاة واضحة عليه ومع هذا يبعده. ما هو السبب؟ يبعد لأنه غير وبدل. والذي يدل على أنه طالما أنه مغر محجل يعني اتبع الكتاب والسنة لأن الوضوء موجود في الكتاب والسنة إذا تابع الكتاب والسنة. لكن لماذا أبعد؟ ما أظنه إلا بسبب افتراقه عن العترة أنه غير في العترة غير وبدل ظاهرة عليها السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام من النار هذه السنة تابعوها تحجلوا يعني توضأوا توضأ تمام حتى ظهر نوره حتى يوم القيامة.
إذن هم متابعين للكتاب والسنة، لكن أبعدوا العترة فأبعدوا. عندي كتاب وسنة وعترة، وسيأتي أحاديث موضحة أيضا لهذا، توضحها صراحة على أنه استعداء العترة، مش قضية الأخذ، استعداء العترة نفسها. أي لا تقول لي قضية السنة، الكتاب والسنة عاملين بها، لكن عندهم من الجهة الأخرى استعداء للعترة، فلذلك أبعدوا. قال: وهم غر محجلين من الموضوع، فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويلاديهم، إلا أن بعضهم يبعد لأنه غير وبدل. الذين لا يفترقان الكتاب والعترة استبدل غيرهم فأبعده الله، ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحب. تنبيه: كأن الحديث يعني أفراد أنصار المهدي عليه السلام. لماذا؟ لأنه يأتي في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليدركن المسيح، ليدركن المسيح أقوام هم مثلكم أو خير منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشابه بين إخوانه وأصحابه، أنهم متشابهين تماما. اللهم الفرق بينهم أني عاشرتكم، وأولئك أتمنى لو أن أعاشروا مثل ما أعاشركم. على مر التاريخ لو رأيت من هم هؤلاء الذين يشبهون الصحابة، الحديث يبينه: ليدركن المسيح ابن مريم أقوام هم مثلكم أو خير منكم. إذن كأن الرسول لما يقول وددت أن ألقى إخواني، كأنه يتمنى أن يلقى الذين يأتي عليهم المسيح، والمسيح ينزل على المهدي وأصحابه. لكن المهم أنه الآن دخلنا في هذا الحديث الأول في لفظة إخواني وأنتم أصحابي، وأتبع مباشرة بحديث الحوض وأن ناس زيدوا، يعني بمعنى كذا، يعني حتى لو صرحنا الآن نقول على أن من ناصروا المهدي هم الذين تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن يلقاهم، وهم الذين سيأتون لحوضه. في المقابل سيكون هناك أناس عارضوا، يأتون غر محجلين لكن عارضوا المهدي وأنصاره فيذادوا. الفاظ واضحة، الفاظ قوية، يعني إخوانه وأصحابه، من أول الحديث بدأها بإخوانه وأصحابه، وهم متشابهين فقط أن الرسول عاشر أصحابه، أما إخوانه سيأتوا من بعد تمنى لو أن يلقاهم. وفي الحقيقة إحنا نتمنى نلقى الرسول، مش الرسول أتمنى أنا، فداه أبي وأمي. اللهم صل وسلم. يعني في آخر حياته وعند القبر وهو يتمنى لو أنه يكون عاش في هذا الزمن. فلهذا أنا أقول، يعني طالما أن الحديث قال ليدركن الدجال أو المسيح، يقصد ابن مريم، أقوام هم مثلكم أو خير منكم، هم مثلكم أو خير منكم، الرسول يتمنى لقاءهم، واللي مع المسيح هم أتباع المهدي، يعني الرسول كأنه يتمنى لو أن عاش مع أصحاب المهدي. ومن إخوان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن، حيث أنه قد اختصهم بالذكر لعدة أسباب. السبب الأول أنهم هم أنصار المهدي عليه السلام، كما ورد في عقد الدرر للسلم الشافعي، كتاب عقد الدرر للسلم الشافعي: همدان وزراؤه، وخولان جيوشه، وحمير أعوانه. وهذه هي أصول أهل اليمن الكبرى، أصول قبائل أهل اليمن الكبرى. وفي نفس الكتاب أيضا في الأثر: يخرج في 30 رجلا من إحدى قرى جرش، أي المهدي عليه السلام يخرج في 30 رجلا من إحدى قرى جرش، وهي مخلاف من مخالف أهل اليمن. السبب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذود الناس عن حوضه ليشرب أهل اليمن، فدل على أنهم وفوا بالشروط التي عليهم، وهي اتباع الكتاب والسنة ومتابعة العترة ونصرتها وحبهم لهم. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، رواه مسلم. وعن عياض الأشعري رضي الله عنه قال: لما تنزل قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم قومك يا أبا موسى، يقصد أبا موسى الأشعري، وأشار بيده إليه، رواه الحاكم. وفي مسند أحمد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أجد نفس الرحمن من أرض اليمن، وفي رواية: من قبل اليمن. هذه الأحاديث تدل
على أن البشرى لأهل اليمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلأنهم والوا الله ورسوله وعترة آل بيته الطيبين الطاهرين، ووالوا ابن العترة الإمام المهدي عليه السلام، أصبح لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشروا. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاء أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. رواه البخاري، وفي رواية أنهم قالوا: قبلناها. وهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم دون بني تميم، وهم أهل نجد. وفي مسند الإمام أحمد أيضا: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة والوقار في أهل الغنم، والعجب والفخر في الفدادين أي المزارعين، في أهل الإبل والبقر، في ربيعة ومضر. يأتي الدجال من قبل المشرق، همه المدينة، فيصرفه الله إلى الشام حيث يهلك. وكأن الحديث يشير إلى أصحاب المهدي عليه السلام من أهل اليمن في آخر الزمان، وإلى حركة أنصار المهدي عليه السلام التي تتحرك من اليمن لنصرة المهدي عليه السلام، جعلني الله وإياكم منهم. وبما أنه ورد من لفظ آخر حديث: إني خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم. والذي يشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتي وهو متبع للكتاب والسنة والعترة، لازم يكون معه الثلاث، وإلا إذا فرط في واحدة منها زادوه عن الحوض، زادوه عن الحوض. وبما أن قوم يأتون وهم غر محجلين ثم يذادون ويبعدون، فهذا يدل على أنهم سبغوا الوضوء باتباعهم لتعاليم الكتاب والسنة، وكان سبب ذودهم تفريطهم في العترة بما أحدثوه من نصبهم بالعداء ومناجزتهم بالقتال وعدم مودتهم المودة الحقيقية، هذه أسبابها. وهذا ينطبق على المعارضين للإخوان المهدي وأنصاره أمثال السفياني وجيش الخسف والدجال وأتباعه. عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة انصرف إلى الطائف، حاصرها 17 أو 19، ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بعترتي خيرا، وإن موعدكم الحوض، والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة، أو لأبعث عليكم رجلا مني أو كنفسي يضرب أعناقكم. ثم أخذ بيد علي فقال: هذا. رواه البزار. وعن زيد بن أرقم قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني لا أجد للنبي إلا نصف عمري الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق؟ قالوا: نشهد. قال: فرفع يده فوضعها على صدره، ثم قال: وأنا أشهد معكم. ثم قال: ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون على الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله طرف بيد الله عز وجل، وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تضلوا، والآخر عشيرتي أو عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فهم أعلم منكم،
ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وفي رواية: فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب والفضة. وقال فيها أيضا: الأكبر كتاب الله والأصغر عترتي. رواه الطبراني. من خلال هذا الحديث يتبين أولا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى إخوانه الذين سيأتون في آخر الزمان، وأنهم سيكونون مع العترة الطاهرة التي لن تفترق حتى ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم الحوض. أيضا عندما قال: وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، صنعاء باليمن وبصرى بالشام، فكأنه يبين مسيرة المهدي وأصحابه أنهم سيخرجون من صنعاء حتى يصلون إلى الشام، فلذلك عرض ما بين الحوض ما بين صنعاء وبصرى. وقد ورد في الأثر على أنه سيخرج من صنعاء كما ورد في الإسرائيليات 70 قديسا فلا يرجعون إليها أبدا. وورد في الحديث على أن المهدي عليه السلام مهاجره بيت المقدس، وبيت المقدس في الشام. معنى ذلك أن مسيرة المهدي من صنعاء إلى بيت الله في مكة وبيعته بين الركن والمقام، ثم بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهاجر إلى بيت المقدس ويستوطنها حتى ينزل عليه عيسى عليه السلام ويقتلون الدجال. وهنا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم آداب، وهي آداب مهمة. والأدب الأول أننا لا نتقدم على العترة فنهلك، ولا نقصر عنهما فنهلك، يعني لا نغلو ولا نفرط فنهلك، ولا نعلمهم فهم أعلم منا، لأن الله عز وجل يلهمهم في أفهامهم. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأكبر كتاب الله والأصغر عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله الأكبر لأنه مشرع من عند الله عز وجل، والأصغر العترة لأنهم هم أهل فهم للكتاب فهم لا يشرعون. إن العترة يفهمون أفهاما عميقة للكتاب والسنة لا يصل إليها غيرهم، قد منحهم الله عز وجل إياها. عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إني خلفت فيكم كتاب الله وسنتي، وعترتي أهل بيتي. فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إن ذلك لن يفترق حتى ألقاه على الحوض. رواه الإمام زيد في المسند. من خلال حديث الحوض أنهينا إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن في حديث الحوض ندخل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يذاد عن الحوض. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، انتبهتوا لهذه اللفظة ولا لا؟ ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، يعني خلاص بدأوا يقتربوا منه يريد أن يعطيهم الكؤوس يشربوا، اختلجوا دوني، يعني سحبوهم خلجوهم كمثل ما تخلج الشجرة تقطعها، اختلجوا دوني فلا أقولن أي رب أصيحابي أصيحابي، يعني يعرفهم أصحابه يتكلم على صحبة، أصيحابي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أي إني سابقكم إلى الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، أعرفهم ويعرفوني، يعني ناس من الذين عاشوا في زمنه في الصحبة، تمام. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني
فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. إذن الكتاب والعترة لن يتفرقا حتى يردا الحوض، وهناك أقوام غيروا وأحدثوا بعد الرسول يعرفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفونه يفضحون عند الحوض، الفضيحة تكون عند الحوض. تمام؟ ليش؟ لأنه لو كان بينهم في الدنيا لكان في الآخرة مباشرة لما رآهم سيعرف أنه ممن بين أمرهم هؤلاء، لكن كان حتى أمرهم كان مكتوم عليه. تمام؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سيأتي يوم القيامة انفضح. هل نستطيع أن نقول هم من تفرقوا عن الكتاب والعترة؟ وهل هم من قاتل العترة وقاتل إمام العترة علي بن أبي طالب؟ ومن سيقاتل ابن العترة مستقبل الإمام المهدي عليه السلام؟ دراسة الحديث. الحديثين السابقين كان يتكلم عن من يرد الحوض ممن أتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي درسناها من قبل. أما هذه الروايتين فإنها تتكلم عن من كانوا في عهده وفي أصحابه، شوف وفي أصحابه، انتبه لللفظة، وفي أصحابه ولا نقول من أصحابه، وفي أصحابه ولا نقول من أصحاب رسول الله. فإذا وردوا عليه الحوض أبعدوا بسبب إحداثهم وتغييرهم. سنبدأ هنا أولا تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه ومات والرسول صلى الله عليه وسلم عنه راض ولم يغير بعده أو يحدث حتى مات. هذا هو تعريف الصحابي، هو من أدرك الرسول وآمن بالرسول وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومات الرسول وهو عنه راضي، وبعدين هو استمر بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير ولم يحدث أي أمر من الأمور حتى مات، هذا نقول عنه صحابي. تمام؟ لماذا هذا التعريف؟ وهم ثلاثة أصناف في البداية. أولا المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم الصحابة، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأمرنا بحبهم فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ولا نسبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. عند التأمل في الأحاديث السابقة، يعني هذه الأحاديث حق الصحابة، الأحاديث السابقة نجد أن الكلام قد انحصر في مجموعات ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب منه، فتردهم الملائكة ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ هي أصيحابي أصحابي أصيحابي أصحابي. أصيحابي بالتصغير، لفظة أصحابي هي نفسها بس للتصغير، وهي للتحقير، كأنه استحقرهم لما رآهم أنهم يذادون عن حوضه. فهل يكون في أصحابه من ترده الملائكة عن الشرب من حوضه؟ ومن هي تلك الطوائف؟ أولا واحد، شوف هذا في أصحاب رسول الله، مش عادي إحنا زماننا، في أصحاب رسول الله. واحد، مرتدون عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أسلموا في حياته ورأوه وصاحبوه وهم على الإسلام، تمام؟ ثم بعد ذلك ارتدوا بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتدوا عن الإسلام وهم على الإسلام، أو ارتدوا في آخر حياته ولم يكن يعلم بكفرهم، يعني ما يعني ارتدوا وعدوا الرسول موجود لكن ما كان داري عنهم، ما كان يدري عنهم، لهذا لما يأتي يوم القيامة هو عارف أنه ذاك يعني كان عايش معه وقد آمن به وكذا، بعدين يأتي يريد أن يشربه إلا الملائكة تبعد تقول ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، بعدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. هذه واحدة. الثاني أهل النفاق ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. قال الله عز وجل ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن نعلمهم. وآيات النفاق في القرآن كثيرة يزخر بها القرآن وتعري أعمالهم ونواياهم، لسنا بصددها الآن، وإنما نحن بصدد لفظة الصحابة في الحديث. وكيف تكون صيغة الطرح والسؤال؟ هل نقول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصيغة في الطرح لما نطرح
نقول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذاد عن الحوض ويدخل النار، أم نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يذاد عن الحوض ويدخل النار؟ نقول حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي شو ما قال من أصحابي، اللفظ كذا في صحيح مسلم، في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم، وفي رواية 8 تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، رواه مسلم في صحيح كتاب المنافقين. الدبيلة خراج ودمل كبير، تعرفون الدمل الصنفور، الدمل الكبير يظهر في الجوف فيقتل الإنسان، وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نار تنحط في جوفه فيقتل الإنسان. طيب يفهم من هذا الحديث أن عمار بن ياسر أولا كان مع الإمام علي بن أبي طالب ويقاتل معه، فقد ورد في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه أو عهدا عهده إليكم رسول الله، يعني قتالكم مع علي، أي هذا اجتهاد منكم فإن الرأي يخطئ ويصيب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار عمار تقتله الفئة الباغية، عمار تقتله الفئة الباغية. فما زال أن الحديث وهذه مشكلة لو تنظر في كتب أهل السنة كلهم ما يتطرقون لها، أن الحديث بدأ بعمار وهم يسألوه عن قتاله مع علي، وعمار أتبع كلامه بكلام حذيفة بأن هناك في أصحاب رسول الله 12 منافقا، كأنه عمار يتكلم عن أناس ممن يقاتلون علي قد نافقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن قاتلوا علي قد نافقوا، ولهذا أول حديث، ولهذا تلقى أهل السنة ما يتطرقون لهذا الباب يسكتوا عنه، فقط يتطرقون أن المنافقين يمكن هم الذين بنوا المسجد في عهد الرسول، وقيل أنهم أولئك الذين خرجوا في تبوك على رسول الله وكانوا يريدون قتله، فتطرقوا لأشياء بعيدة مرة، مع أن الحديث يتكلم عمار، إيه واضح يتكلم عمار عن علي قتالكم، واضح يعني أنه يتكلم عن قتال علي نفسه، فذكر أن في أصحاب مما يدل على أن أناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نافقوا، فمن نافق أو ارتد أو أحدث حدثا يخرج بالصحابي من تسمية الصحابة يصبح ليس بصحابي، يعني المرتد ما تسميه صحابي حتى لو عاش في عهد الرسول وآمن بالرسول بعد ما مات الرسول ارتد، هذا ما هو صحابي، ما يسمى صحابي. الذي أحدث حدث كبير أيضا يخرجه من لفظة الصحبة أحدث بعد الرسول، هذا يقول في حديث الحوض ما تدري ماذا أحدثوا ماذا غيروا بعدك، ويقول أصحابي تمام، فلهذا يبقى لفظ الصحابي على التعريف الأول، هو الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه ومات الرسول وهو عنه راض، ثم لم يحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، إلى أن مات، هذا صحابي. وهؤلاء هم الذين لا نسبهم ونترضى عليهم، تمام، لا نسبهم ونترضى عليهم ونحبهم، وحبهم علامة من علامات الإيمان، لكن غيرهم ممن أحدث بعد رسول الله الأحاديث تشهد أنه فيهم من يرتد، فيهم من يغير، فيهم من يبدل. الأمر الثاني، وعمار كان مع علي مما يدل أن علي كان على الحق والذين قاتلوه كانوا بغاة. ثانيا، بما أن الحديث كان يتكلم من بدايته عن قتال الإمام علي، فإن عمار نقل عن حذيفة في المنافقين، فحتما عمار كان يقصد هؤلاء المنافقين الذين قاتلوا الإمام علي وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحبة، ثم أحدثوا حدثا كبيرا بقتالهم لعلي وأحدثوا أمورا كبرى. ثالثا، الصحيح أن نقول في أصحابي كما ورد في الحديث ولا نقول من أصحابي، أن نقول في أصحابي، لما جيت أتكلم يقول لك هل في أصحاب رسول الله منافقين، هل في أصحاب رسول الله أناس يدخلون النار، هل في أصحاب رسول الله أناس يذادون عن الحوض
أي لكن لما يأتينا واحد يقول هل من أصحاب رسول الله؟ لا، لأنه من بقي في لفظة الصحابي ولم يحدث ولم يغير هذا هو الصحابي الذي نقصده، ولم يكن أحد منهم أبدا يدخل في هذه الأشياء. فعندنا الصحيح أن نقول في أصحابي كما ورد في صحيح مسلم، كما ورد في الحديث، ولا نقول من أصحابي. ولفظة في بمعنى أن ينسبون إلى صحبتي، أن ينسبون إلى صحبتي. والحرف في من الحروف العوامل، ومعناها الوعاء، معناها الوعاء. تقول المال في الكيس، المال في، المال في الكيس، واللص في السجن، أي اشتمل الكيس على المال، أي اشتمل الكيس على المال، والسجن على اللص. تمام؟ يعني لما تقول المال في الكيس يعني الكيس مش مال، والمال ما هو كيس. تمام؟ أصبح الكيس وعاء. فكذلك لما تقول في أصحابي أصبح الصحابة وعاء، أصبح الصحابة وعاء، فما يدخل فيهم أناس من ليسوا منهم، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول وهو معهم، عبد الله بن أبي كان يعيش مع رسول الله، والرسول يقول عنه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فسمى صحابي مع أنه منافق شهد الله له بالنار، ما مات لو قد شهد له بالنار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة هو فيه نزلة فلن يغفر الله لهم، شهد الله له بالنار وأنه منافق نفاق أكبر. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والرسول يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن فهمتم الآن لفظ الصحبة؟ فلفظ الصحبة لغوي وشرعي، لغوي وشرعي. اللغوي الذي يدخل فيه المنافق والمرتد والذي أحدث بعد رسول الله، كلهم يدخلوا في اللغة أنهم أصحاب صاحبه. والشرعي لا، لا يدخل فيه إلا جزء، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان، الذين اتبعوهم. ولهذا يقولون على أن، يعني أغلب العلماء على أن المهاجرين لم يرتد منهم أحد ولم ينافق منهم أحد، المهاجرين لم يرتد منهم أحد ولم ينافق منهم أحد، والأنصار لم يرتد منهم أحد ولم ينافق منهم أحد. الأنصار اللي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والذين اتبعون بإحسان ما هم من المهاجرين ولا من الأنصار، أتى هذا، هذول كثير منهم غيروا، لكن الذين اتبعوا بإحسان يدخلون ضمن المهاجرين والأنصار. تمام؟ طيب، وقلنا أن في بمعنى الوعاء أي اشتملت. والحرف من، لما تقول من أصحابي، من الحروف العوامل أيضا، ومن معانيها أن تكون للتبعيض، أن تكون للتبعيض، نحو قولك لبست من الثياب ثوبا، لبست من الثياب ثوبا، وقبضت من الدراهم درهما، أي لبست بعض الثياب وقبضت بعض الدراهم. فلو قلنا من أصحاب رسول الله لقلنا أن بعضهم منافق، بعضهم مرتد، وهذا غير صحيح، لا نتعامل معهم كذا. من حكم عليه بالصحبة باللفظ الشرعي فلا يجوز أن نقول من أصحاب رسول الله منافقا أو دخل النار. تمام؟ لكن إذا قلنا في أصحاب للوعاء، أن في داخل صفوفهم من هو منافق، من هو يدخل النار لكن ما هو صحابي، ولا يحكم عليه باسم الصحابي. ولهذا من هنا يقع خلاف كبير بين السنة والشيعة من هذه الألفاظ، لازم تفهموها جيدا. الشيعة غلت فيها إلى أن أتت على أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وحكمت عليهم بعضهم بالردة والنفاق والكفر، كل بسبب الولاية لعلي بن أبي طالب أنهم حكموها بالملك وبعدين لحقوهم بهذه الطريقة. وأهل السنة فرطوا في ذلك حتى أتوا على ناس أحدثوا أحداث كبيرة جدا وظاهرة في الكتاب والسنة وكل شيء، وعاملهم معاملة الصحابة، هو أصلا ما يعامل معاملة الصحابة. فقوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي لا يعني أن المنافقين بعض أصحابه، لا يعني أن المنافقين بعض أصحابه، وإنما يعني الظرفية، أي اشتمل الموجودون من أصحابه على المنافقين المذكورين. تمام؟ إن لفظ الصحبة في هذا الحديث وأمثاله لا يقصد بها الصحبة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يراد بها الصحبة بمعناها اللغوي أو مجرد الدعوة، مما يدل على دخول المنافقين في اسم أصحابي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، رواه البخاري، هذا من رواية البخاري، وهذا معنى لغوي بحت للصحبة، ليس أنهم استحقوا شرفها. لهذا تلقى كثير الآن من يناقشوك من الشيعة وزيك لازم يطرقوا لك هذا الباب ويدخلوك في متاهات طويلة، إذا لم تعرف هذا وتتعامل معه بالألفاظ الدقيقة هذه عليك إلا أنك تدخل مع الخبرة. فلهذا ستقف بين صفين الآن بهذا القول، ستقف بين صفين. الصف الأول صف رافضة يسبون أبو بكر وعمر
والصف الثاني صف ناصبة يسبون علي وآل البيت، وكلهم صحابة، أبو بكر صحابي، عمر صحابي، علي صحابي، عثمان صحابي، وهؤلاء ممن نترضى عليهم وممن لم يدخلوا في النفاق ولم يدخلوا في الردة، وشهدت لهم الأمة، لكن الذين بعدهم لهم آراء فيهم ما نأخذها، وهي من الأهواء التي بسببها سيذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله إلى الدرس القادم نكمل ما تبقى.